السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم طبق غريب شوية، بس يلا بنشوف الطريقة ازاي تطبخي بق الجاموسة او البقرة. يلا بينا نشوف. هتجيبي بق جاموسة او بقرة من عند الجزار، هتنضفيها كويس بالمية، هتحاولي تشيلي الشنب بتاعها الزيادات، تغسليها كويس بالمية. يا جماعة انا عايز اقول لكم بقى طعمها عامل زي الكوارع بالظبط. بعد ما تغسليها بالشكل دوت، تحطيها على مية سخنة تتغلي، ويا ريت بعد كده متلميش المية بتاعتها، طعمها عامل زي شوربة الكوارع بالظبط. تسيبيها بالظبط بتاع حوالي ساعة في المية السخنة. أنا جبت لسان معاها، بقى طعمه حلو أوي برضو. تغليهم ساعة في المية، بعدين تسيبيهم. طبعا تحطي معاهم الملح والفلفل بتاعتك في المية، بس آخر 10 دقايق تطلعيها، تبتدي تقطعيها بالشكل دوت قطع صغيرة، طعمها بيكون حلو جدا يا جماعة. تتقطع بس قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده. دي تحبي تقدميها تاكليها مع الرز، بتبقى طعمها حلو برضو. وطبعا الشوربة بتاعتها بتحطيها لوحدها. تتقطع ترانشات صغيرة زي ما انت شايفة كده عشان تعرفي تاكليها. طبق سريع وجميل النهاردة، نشوفك في الطبق الجاي. سلام.